السيد كان بخير اللي هو الشخص عباس الله يرحمه، فهمتيني، كان ولد الجيران كان بخير، ما تيعاني من حتى شي حاجه ديال كذا. تتفاجئنا هذا الصباح بالله صباح ميت في دارهم 30 32، هذا هو الجد ديال العمر ديالو، تيعيش مع دارهم خارج، تيزاول المهنه ديال جمع البلاستيك والحديد باش الغد ليه مع الصباح يبيعو وياكل منه ويشرب منه. وخوتو راه معاه، راه اللي خاصاتو تيعطيو ليه، راه تيعيد معاهم، راه معاهم في الدار. راه واش غادي يكون معاك خوك في الدار وما غاديش من الابوين ديالو متوفين؟ الا خرج هو كاع دار ولا تيجو ولا كدا راه تيسولو فيه، الا كان تيدور بالليل ولا كدا راه من طبيعه الحال تيجمع البلاستيك والحديد تيخدم تيجبد الفلوس، عنده تليفون ديالو، عنده الصرف ديالو، عنده تيبغي يخلص هو كاع الماكله ديالو كاسكروت ولا كدا تيبغي يخلصو. ونظرا مثلا الجيران اللي ما فيهم ديك المحبه ديال الجور كدا، الدراري ما تيخليوش يخلص، صافي عباس ما تخلصش، فهمتيني، هادو الله يرحمه في هذا النهار هذا. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.